المشهد الرياضي الإعلامي اللي قاعد يصير؟ لا أنا ما أنا ماني براضي عنه تماما الحقيقة، ماني براضي عنه، حتى خلنا ناخذها من الجهة الفنية، كونه مثلا الأمور تتطور الآن وتساعد اللاعبين وتقف معهم مثلا، وخلي الإثارة موجودة، بالعكس أنا نبغى الإثارة، نبغى الإثارة ونبغى القضية يعني تكون فيها حماس وكذا. نعم. ولكن ما الله أعطانا تفكير إلا الإثارة اللي فيها مشاكل، يعني بطلنا يعني نفكر بطريقة أخرى. الإعلام أنا ماني راضي عليه تماما الحقيقة، أو خليني أقول على أساس ما أكبر الكلمة أقول يعني أتمنى أنه يظهر بشكل أكثر. نعم. نماذج كثيرة من الرياضيين والكتاب والإعلاميين والنقاد أيضا الحقيقة انساقوا وراها الإثارة وراها المادة والفلوس، من يدفع لي أكثر من هالبرامج أروح له وكذا، ويعني أخذ الصبغة اللي هي صبغة البرنامج وكذا. مش عارف، لكن أقول إذا بغينا نتطور فعلا نقول نتطور فنيا وإداريا وإعلاميا مهم جدا، ويمكن احنا بنطرق الآن مصلحة موضوع محمد نور، كابتن محمد نور، أيضا الجانب الإعلامي هذا مهم فيه. بالتالي في الأخ ختاما أتمنى إن شاء الله أن نروح منحنى آخر من هالمنحنى اللي إحنا فيه. يعني الوضع اللي إحنا فيه ما راح تتطور فيه كرة. أتمنى لا أندية أو منتخبات. لا ما أعتقد، لا صعب، لا صعب جدا، لا طيب